مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات وانطلقت جياد وافراس الانتاج عمر الاربع وخمس سنوات التي لم تربح في مشاركاتها السابقة في شوط خصص الخيال السعوديين المتمرنين مسافة الميل وربع الميل ومقدار الجائزة 54,000 ريال بمشاركة 14 اسما بعد استبعاد عقاب المراقيب من المشاركة في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، منافسة 2000 متر الميل وربع الميل تبدأ الانطلاقة من الخارج على ما يبدو من غيسان في المركز الأول من الخارج، والعسافية من الداخل في منافسة للجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الأربع وخمس سنوات شوط خصص الخيال السعوديين المتمرنين. غيسان في المركز الأول مع صالح السالم، والعسافية في المركز الثاني مع نايف العنزي، وأيضا المنافسة من بقية الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط على ما يبدو أيضا دليهان في المركز الثالث في هذه اللحظات تحديدا مع تركي العنزي، ومن الداخل منافسة وشاهدة من وفائي في المركز الثاني مع أيضا سليمان الحديبي، منافسة قوية ما بين الجياد والأفراس المنتجة محليا بقيادة غيسان في المركز الأول. ابن بنانتيري أسبكت إذن هو صاحب المركز الأول الآن مع الاقتراب من علامة 600 متر، والتقدم مشاهدين الكرام لعبيان الآن للمركز الثاني، والمنافسة القوية ما بين الجياد والأفراس المنتجة محليا. التقدم يأتي من بقية الأسماء من جياد وأفراس الإنتاج. مشاهدين الكرام، نور الدين من الخارج يحاول التقدم، وأيضا المنافسة من بقية الجياد والأفراس. نور الدين على ما يبدو في المركز الأول الآن في منافسة وأيضا محاولات للدخول من الخارج. مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء من بنت وعدة على ما يبدو للمركز الأول، إذن بنت وعدة للمركز الأول ونور الدين للمركز الثاني. بنت وعدة إذن ابنة ولد درشان في المركز الأول بقيادة